إلى الموصل شمالاً، هذه المرة في منطقة حاوي الجوسق. كاميرا مراقبة توثق انتشار الكلاب السائبة بكثرة، وهناك مناشدات إلى دوائر الصحة والبلدية بالتدخل لمعالجة هذه الظاهرة، كما سنشاهد إحدى الصور لرجل تعرض لهجمة من قبل الكلاب السائبة في مدينة الموصل. دعونا نتابع. في منطقة الخالدية في محافظة الأنبار، حيث توفيت طفلة في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن خرجت أمام البيت لتنتظر أباها وتفاجأت بوجود كلاب سائبة أمام المنزل، حيث بدأت هذه الكلاب بالنباح عليها ففارقت الحياة إثر سكتة قلبية. دعونا نشاهد صور الطفلة في الخالدية بمحافظة الأنبار. صراحة خبر مؤسف وحزين، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.